الشارع ليس ملكا لأحد حتى يتصرف وفق ما يحلو له. الدولة قد صرفت مبالغ مالية كبيرة من أموال الشعب لتأهيل الشوارع وجعلها صالحة لانسيابية السير، لكن أن يأتي مواطن ويضع مطبات صناعية وفق رغبته هذا الأمر غير مسموح به جملة وتفصيلا ومرفوض أيضا. معنا فيديو يوضح مطبات صناعية طفصات وفق التسمية الشعبية في المنطقة الرابطة بين مجمع بسماية السكني وناحية الوحدة، وهذه الطفصات وضعها باعة الماء والمعجنات المتسولين على قارعة الطريق، والهدف منها أن تخفف السيارات السرعة حتى يشتروا منهم. نحن هنا لسنا ضد أي من يكسب رزقه، لكن أن تضع مطبات وتسمى بأسماء الباعة فهو هذا التجاوز على الأملاك العامة، وكذلك ممكن أن تؤدي إلى حوادث سير يذهب ضحيتها الأبرياء، فضلا عن الازدحامات التي تحصل في الطريق. لذلك نطالب وزارة الداخلية بمحاسبة الذين يتجاوزون على الشارع العام ومنعهم من القيام بهذه التصرفات، وكذلك هي دعوة أيضا لدوائر البلدية بإصلاح هذه الشوارع. حبة المشاهدين، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الطرق الخارجية، ولكن تعدى ذلك إلى المناطق الشعبية المأهولة بالسكان، يتفننون في وضع المطبات، منها صناعية ومنها صبات ومنها بالإسفلت. وعندما نسأل عن السبب يقولون بحجة أن الأطفال يلعبون في الشارع، ومتى أصبح الشارع هو مكان للعب الأطفال؟ نشاهد هذا الفيديو، صورته بين مدينة بسماية وناحية الوحدة. طبعا هاي اكو جاي يشوفون هنا هذا مطبات صناعية او طسات نسميها بلهجتنا الدارجة، وهاي الطسات على هي تجاوز على الشارع اللي صرفت عليه الدولة اموال من اجل انه تسيير انسيابية السير. كذلك للأسف الشديد ذول العابثين هم اللي جاي تشوفونه، اللي جاي يبيع مي ويبيع معجنات بالاتفاق كذلك مع متسولين، يسوون بكيفهم طسات حتى يوقفون تخفف السيارات ويبيعوهم. هذا أولا، احنا مو ضد انه الإنسان يسترزق، مو ضد انه الإنسان يعيش بالرزق الحلال، لكن مو معناها التجاوز على الشارع العام هو مو ملكك، هذا ملك الدولة أو ملك الناس، مو ملكك هذا. انت جاي تسوي ازدحامات، جاي تسوي تعطيل بعمليه السير، جاي تاذي السيارات كذلك من خلال هذه الطسات. يعني نتمنى من وزاره الداخليه ان تتابع هذا الموضوع وتحاسب اللي جاي يتجاوزون على الشارع العام وتمنع هذه التصرفات، وهي اعتقد هناك الكثير من الاماكن مو بس هاي المنطقه جاي يسوون هيك. وهذا للأسف الشديد، يعني نتمنى المتابعة والتدقيق.